كان السبب ارتفاع عدد المصابين بالسمنة عالمياً، ومعه عدد الإصابات بالأمراض الناتجة عنها، أو الوعي المتزايد بأهمية التغذية الصحية، أو ربما التركيز المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي على اللياقة البدنية والمظهر. يشهد سوق أساليب وتقنيات خسارة الوزن نمواً ملحوظاً مدفوعاً باهتمام معظم أفراد المجتمع لا سيما الشباب باتباع أنماط غذائية صحية، حتى بات يمكن الحديث عن شبه هوس بخسارة الوزن والتغذية. تنطوي سوق أساليب وتقنيات خسارة الوزن على فئات عدة، منها الرياضية كالتدريبات البدنية وأجهزة مراقبة اللياقة كالساعات وغيرها، ومنها الغذائية كالمكملات والبرامج الغذائية، ومنها أيضاً الطبية والجراحية. وتعد البرامج المتخصصة بتوفير الوجبات الصحية تحت إشراف أخصائيين في التغذية من أكثر هذه الأساليب رواجاً، وهي تتراوح بين الحصول على استشارة غذائية على أساس فحوص طبية والاشتراك في برامج متخصصة بتوفير الوجبات الصحية اليومية. تنضم إلينا اليوم ناتالي حداد، مؤسسة شركة رايت بايت للتغذية والوجبات الصحية. تعرفنا أكثر على هذا القطاع، أبرز أساليبه وأسباب نموه الكبير. ناتالي، عارفين أكثر على رايت بايت ولماذا اخترت دخول هذا المجال؟ رايت بايت was established in 2004. أسسنا رايت بايت في 2004. أنا بالأساس أخصائية غذائية، وأسست رايت بايت لتقديم الاستشارات الغذائية للزبائن حول أهمية اتباع نظام غذائي صحي. فنمط الحياة في دبي سريع، والزبائن كانوا يريدون أن يتبعوا نظاما صحيا، لكن لم يكن لديهم الوقت الكافي لتحضير هذه المأكولات، ولم يعرفوا من أين يمكن الحصول على الوجبات الصحية، ومن هنا بدأنا. تشير الأرقام خلال السنوات الماضية إلى نمو كبير في سوق أساليب التنحيف والاهتمام بالوزن إجمالاً. طب ما الأسباب وراء ذلك؟ شهدت الفترة الأخيرة زيادة في حجم الوعي حول أهمية التغذية الصحية في الوقاية من الكثير من الأمراض التي نواجهها اليوم، كالكوليسترول والسكري وضغط الدم وبعض أنواع السرطان. ومع زيادة عدد الأشخاص الذين لديهم الوعي، شهدنا نمواً سنوياً منتظماً يتراوح بين 10 و15%. إلى أي مدى تلاحظين ناتالي أن التركيز في وسائل التواصل الاجتماعي على أهمية المظهر واللياقة البدنية ساعد في اتساع هذه السوق؟ هي مرتبطة مباشرة بزيادة الوعي، كما أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لا يتابعون فقط الشركات بل أيضا الأفراد، وعندما يكون هؤلاء الأفراد من يتبع برامج غذائية معينة أو يأكلون الطعام الصحي فقط أو يقومون بأي نشاط يرتبط بالصحة أو التغذية، فالمتابعون غالبا ما يتأثرون بهم ويقلدونهم، وهذا بالفعل يلعب دورا في زيادة الوعي. نلاحظ أحياناً ناتالي أن هناك نوع من موضة غذائية تنتشر كل فترة، مثل ربما اتجاه الناس إلى الأغذية العضوية أو الجلوتين فري وغيرها. طب ما سبب هذه الموجات إن صح التعبير؟ أسباب انتشار هذه التوجهات عديدة، ولا يمكننا ربطها بسبب واحد فقط، فهي تنتج أحيانا عن قيام بعض الشركات بالتسويق لها، كما قد تستند أحيانا إلى بعض الحقائق العلمية، أو تنتج عن ترويج الأفراد لها. ولكن بصرف النظر عن سبب انتشار هذه الموجات، من المهم جدا أن ننظر في عدة عوامل قبل اعتمادها. أولا، هل تنطبق علينا وتفيدنا شخصيا؟ أهي موجة عابرة أم أنها تشكل تغييرا في نمط الحياة؟ فنحن باستمرار نقوم بتغيير وتحسين أنماط حياتنا، وبالتالي علينا أن نحدد ما إذا كانت هذه الموجة تندرج في هذا الإطار أم أنها موضة عابرة قبل أن نعتمدها. طيب، من المعروف أن هذه البرامج الغذائية مكلفة نوعا ما إن أردنا الاشتراك والحصول على الوجبات الغذائية اليومية. من هم زبائن رايت بايت؟
هناك اعتقاد خاطئ بأن نظام الوجبات الصحية غالي الثمن، والسبب في ذلك هو أن المشتركين يدفعون سلفاً كلفة شهر كامل من هذه الوجبات اليومية، وبالتالي عند الدفع يشعرون بأنه مبلغ كبير نوعاً ما، ولكن عندما نقسم هذا المبلغ على عدد الأيام أو حتى على عدد الوجبات سنلاحظ أنها قد تكون أحياناً أرخص من تناول وجبات في المطاعم أو حتى طهيها وإعدادها بكمية قليلة لشخص واحد أو شخصين، والجميع يشتركون في رايت بايت لأسباب عدة، فالبعض يقوم بذلك لسهولتها والبعض لخسارة الوزن أو اتباع نظام غذائي صحي أو الوقاية من بعض المشاكل الصحية كالكوليسترول والسكري وضغط الدم أو السيطرة عليها، كما أن هناك الحوامل اللواتي يختارن اتباع حمية غذائية مناسبة، ولدينا برامج خاصة بالرياضيين، والجدير بالذكر هو أن هناك مساواة في عدد المشتركين من نساء ورجال. طب ما مدى دقة نتائج البرنامج؟ لدينا خبرة 13 عاماً في السوق، وعادة عندما يأتي الزبون إلينا ويقابل أخصائية الغذائية ننظر في تاريخه من حيث الوزن والنظام الغذائي ونمط الحياة، وبناء على ذلك فإنه لو التزم بالبرنامج الذي نضعه له فسيحقق النتائج التي نكون قد حددناها معاً. والمهم هو أننا لا ننظر للموضوع على أنه نظام غذائي، بل أسلوب حياة وتثقيف للزبون حول حجم ونوعية التوقعات المناسبة ومنافع كل ذلك من حيث مستوى الطاقة. فخلال الأسبوع الأول من البرنامج يشعر الشخص بارتفاع مستوى الطاقة لديه وتحسن نظام نومه وتراجع الشعور بالتعب، وكل هذه المنافع أهم من خسارة الوزن، فخسارة الوزن نتيجة مضمونة، ولكن نحن في رايت بايت نحاول أن نثقفهم حول أسلوب الحياة الصحي. أمام تنوع البرامج المعروضة وبروز اتجاهات غذائية وموجات غذائية جديدة، قد يصعب علينا الاختيار، وللمزيد حول ذلك إليكم نصائح ناتالي حداد، وإلى اللقاء. أولاً، لا تنظروا للموضوع على أنه نظام غذائي بل أسلوب حياة. ثانياً، لا تشعروا بأنه عليكم القيام بكل شيء أو لا شيء، فعدم القدرة على الالتزام 100% لا يعني الفشل. ثالثاً، اختاروا نظاماً خاصاً بكم بدلاً من اتباع الموجات الرائجة.